مساء الخير. اتجهت الأنظار إلى الكويت وإلى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي بحث مجمل القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فيما الملف اللبناني كان الحاضر الأبرز في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع، مع تأكيد وزير خارجية الكويت أن الرد اللبناني على المقترحات الخليجية وصل، وأن الأمر متروك لدراسته لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان، شاكراً اللبنانيين على التعاون مع الرسالة الخليجية. وفي الداخل تتواصل جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، ويستكمل النقاش غداً، خصوصاً بعد تعليق المادتين 13 المتعلقة بطلب السلفة لكهرباء لبنان و15 المتعلقة بالشؤون الاجتماعية. ويتابع مجلس الوزراء جلساته الأربعاء، حيث لن تكون هناك جلسة الثلاثاء بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تركيا في زيارة رسمية، فيما يستقبل لبنان غداً أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور بول ريتشارد جالاجير، في زيارة تعبر عن قلق البابا فرانسيس تجاه لبنان في هذه المرحلة الصعبة. البداية من اجتماع وزراء الخارجية العرب والتأكيد الكويتي أن الرد اللبناني قيد الدرس. صحيح أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت هو اجتماع تشاوري غير رسمي ليصدر عنه قرارات، إلا أن مجمل القضايا العربية المشتركة كانت محور تشاور. وأوضح بيان للخارجية الكويتية أن الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصرية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر محمد الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حضر لبنان في أسئلة الصحفيين. وكان تأكيد من وزير خارجية الكويت أن الرد اللبناني على المقترحات الخليجية هو قيد الدرس. كانت ورقة كويتية، ولكن كذلك كانت ورقة خليجية وعربية ودولية، وكان هناك في تنسيق تام مع كافة دول الخليج في هذا الموضوع، فهي لم تكن كويتية صرفة. ثانيا، نعم أتانا رد، ويشكرون عليه المسؤولون اللبنانيون في هذا المجال. الآن هو متروك إلى دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان. فيعني من ناحية عامة نشكر أشقائنا في لبنان على تجاوبهم مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة من ضمن إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان. أبو الغيط وردا على السؤال حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أكد أنه لم يتم طرح الموضوع. هذا الموضوع لم يطرح في الحديث اليوم على الإطلاق. هي الأزمة السورية أو المشكلة السورية في إطار بحث المشاكل الأخرى، سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا، بتطرح بشكل عام. موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها لمشاركة في قمة، هذا يسبقه دائما مداولات، مشاورات، طرح مشروع قرار، أفكار، رؤية الدول الأعضاء كيف ترى هذه الدولة أو تلك مجموعة من الدول أو مجموعة أخرى، ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل هذا لم نصل إليه بعد. وكان تأكيد أن هناك قرارا عربيا بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات. وكان وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب سلم نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أجوبة لبنان على المبادرة الكويتية الخليجية الدولية، كما سلمه رسالة من الرئيس عون إلى أمير الكويت.
سلم وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح جواب لبنان الرسمي على المبادرة الكويتية التي حملها إلى الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة، وفي المعلومات المتداولة أن ردود الفعل إيجابية. أبو حبيب الذي يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية تبادل مع نظيره الكويتي الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي يتناولها الاجتماع التشاوري العربي بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك. وسلم أبو حبيب نظيره الكويتي رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى أمير الكويت. ولي عهد الكويت أكد لوزراء الخارجية العرب أهمية العمل العربي المشترك، لافتا إلى جهود الكويت لتنقية الأجواء بين الدول العربية. قبيل انطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في الكويت عقدت سلسلة لقاءات تحضيرية، وأكد نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أن بلاده تدرك أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف، لافتا في خلال لقائه وزراء الخارجية العرب أن الكويت سعت في سياستها الخارجية جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات. العمل العربي المشترك حضر أيضا في اللقاءات التي سبقت الاجتماع بين وزير خارجية الكويت ونظراء العرب، وتم البحث في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك. التقى وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بنظيره المصري سامح شكري في الكويت، عقد بحثاء التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان، ويأتي هذا اللقاء على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. سلفة أم خطة كهرباء؟ قراءة للخبير الاقتصادي بروفيسور جاسم عجائة الذي يسأل كيف سترد مؤسسة كهرباء لبنان الدين فيما لو تمت الموافقة على إقراضه، ويؤكد أن الحل لا يكون إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. هبة عياد. المادة 13 من مشروع الموازنة المتعلقة بطلب سلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان علقت، والسبب يعود لطلب الرئيس نجيب ميقاتي من وزير الطاقة وليد فياض المزيد من الدرس. فماذا يعني تعليق هذا البند؟ الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجائة يرد متسائلا عن مصير الأموال المحصلة من الجباية في حال تمت، وبالتالي كيف سيرد القرض في الوقت الذي أثبت فيه القطاع العام فشله في هذا المجال. أنا ليش بدي أعطيك 5500؟ فرجيني كيف بدك تصرفهم وكيف بدها تساعد هال 5500 بالنهضة. وهوني بالتحديد، لأنه بحسب اللي فهمناه أنه في رفع للتعرفة. طيب رفع التعرفة هذه يلي بده يطلع من وراها، أول شيء كيف بدكم تطبوها؟ اثنين، شو رح تعملوا بالأموال اللي رح يعني اللي رح تتحصلوها؟ سؤال بسيط، هل تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان سد هذه السلفة للدولة اللبنانية؟ هذا سؤال جوهري. طيب ما انت مؤسسة مستقلة، اذا كنت مؤسسة مستقلة ما فيك تصرفي هيك، على القليلة ايه قولي للدولة، قولي للمشاريع للحكومة كيف رح تقدر تردي المصاري. نحن وفي قعر الانهيار، موازنة 2022 قد تكون استثنائية، فهل تحتمل المزيد من الهدر والنزيف بسلفة من هنا وصفقة من هناك فيما لبنان غارق في العتمة الشاملة؟ وإذا كان التأخير في إيجاد الحلول المؤقت منها والمستدام واقعا لا محال، فهل القرار في ذلك هو سياسي؟ الكهرباء، مشكلة الكهرباء بلبنان كانت بالأساس مشكلة نفوذ ومشكلة مصالح مالية. هلأ دخل علي عنصر جديد ألا وهو عنصر سياسي. ليه؟ لأنه نحن عم نستورد كهرباء من برا، وبالتالي صار في عامل إضافي عقد المشكلة. لا أعتقد أنه بالسهل منقدر نطلع من هالمشكل هيدا بدون ما يكون في اشياء واضحة اقله للرأي العام. ولكن ليس الاجدى اليوم الغوص في البحث في خطة كهرباء متكاملة وهي موجودة اصلا منذ العام 2010 بدلا من الحديث عن سلفة وهدر المزيد من المال والوقت؟ باعتقادي باقرار ال 5500 مليار ليرة
كسلفي لن يغير هذا شيء على الواقع الحقيقي، لأنه مشكلة الكهرباء صار بدها القطاع الخاص. يجب حقيقة الشراكة مع القطاع الخاص. خطة 2010 مثل ما وضعت أخذت إجماع عليها بطريقتها، ولكن في تغيير جوهري بين الإطار بسنة 2010 والإطار الحالي. بسنة 2010 اللي انوضعت كان في جزء كبير من هذه الخطة ممولة من الدولة اللبنانية. اليوم الدولة اللبنانية غير قادرة بالوضع الحالي انه تمول كهرباء. ممكن ترجع تاخذ الخطة هي ذاتها، بس آلية التمويل تتغير نظرا لتغير الظروف يلي مثل ما بيقولوا استجدت، وخاصة من بعد اعلان افلاس الدولة اللبنانية. القطاع الخاص قادر انه يربح هذا الوقت، وقادرين انه نلاقي حلول وسطية انتقالية لحتى نوصل للحل اللي هو يقتضي بناء معامل، واكيد ربط الشبكة اللبنانية ضمن خطط الربط الموجودة بالعالم العربي، وخاصة خطة الربط الثمانية. هذه شغلة اكيد محبسة، ولكن لن تكون هي لوحدها الحل. بناء على كل ما تقدم، فإن كيفية التعامل مع ملف الكهرباء من قبل الفرقاء السياسيين تشكل محط أنظار المجتمع الدولي، لسيما صندوق النقد. فإما أن تكون بادرة حسنية باتجاه تحقيق الإصلاح، وإما فعل الكهرباء ولبنان السلام. شدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في عظة الأحد أنه لا يحق للمسؤولين أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدة الدولة ويبرروا تعددية السلاح، وأضاف إن انكفاء الرئيس سعد الحريري فاجأني، ونتمنى أن يكون القرار ظرفيا وأن تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات. إن انكفاء الرئيس سعد الحريري رجل الاعتدال فاجأنا وأثار قلقا واحتجاجا لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية. وإذا نتمنى أن يكون هذا القرار ظرفيا، نود أن تبقى الطائفة السنية الكريمة على حماسها للانتخابات وعلى تماسكها، وأن تشارك بجميع قواها الوطنية وشخصياتها ونخبها لكي تأتي الانتخابات معبرة عن موقف جميع اللبنانيين، ومن غير المسموح بأن يتذرع البعض بالواقع المستجد ويروج لإرجاء الانتخابات النيابية. من واجب الدولة اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة والتجاوب فعليا مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي. لا يحق للمسؤولين فيها تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدة الدولة، وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا الوقائع ويعطلوا تعددية السلاح ويبرروا التجاوزات والممارسات ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية. توجه متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطراني السعودي إلى جميع المسؤولين بالقول: تعرفوا على الرب ودعوه يعلمكم كيف تحبون وكيف تعطفون على الفقراء والمرضى والمساكين، وكيف تضحون من أجل الآخر، وكيف تساوون أنفسكم بالمواطنين عوض التكبر عليهم واستبعادهم واستغلالهم، عندئذ ستفعلون عكس ما أنتم مرتكبون الآن. إنه لأمر مستغرب ومستهزن جدا، مجبول بألم شديد، أن نسمع يوميا مسؤولين يتكلمون ويدافعون بحماس كبير لا حد له عن أوضاع بلادي
وإنسان بلاد المذلول، لكنهم يكتفون بالكلام، وكأن بهم كما يقول النبي لهم أفواه ولا تتكلم، لهم أعين ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع. أي زعيم يعمل بما يعلم؟ ألا يخرجون جميعا كل يوم برأي مغاير عما تفوهوا به قبلا؟ ألا تناقض أعمالهم وتصرفاتهم ما ينادوا به ويبشرون؟ فلماذا إذن ينقسم الشعب ساعيا وراء أناس لا يهتمون إلا بمصالحه؟ غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر تويتر: يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث، بل كان جزءا من خيال، ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي، ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة، وكأن الأمور طبيعية، ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيرة على الريموت كنترول؟ أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية، ولفت إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ليست كسابقاتها، والمسألة لا تتعلق بنائب إضافي هنا أو هناك لكونها انتخابات مصيرية بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع الراهن لا تزال متوفرة. الانتخابات منا انتخابات بسيطة أو مثل العادة، منا انتخابات عادية بكل صراحة. ما عم نخوض هالانتخابات مشان تكون عنا نايب بالطالع أو نايب بالنازل، أبدا. هالانتخابات انتخابات مصيرية بكل معنى الكلمة. لبنان بكافة الأحوال رح يضل، بس بيسوى يضل مثل ما هو هلا، وبيسوى يضل بحالات أفضل بكتير، لبل بأحسن حالاته، لأنه كل مقومات الوجود والاستمرار والنجاح بعدها موجودة عندنا. كل المشكلة مشكلة إطار ودولة وإدارة هالدولة، كل المشكلة بكيفية إدارة الدولة، أول شيء بوجودها، ثاني شيء بكيفية إدارتها. وبالتالي كل الحظوظ بالخروج من الواقع الحالي اللي نحن فيه، كل حظوظنا موجودة. اللهم يلتقى من يدير هالدولة مثل ما لازم تندار. تاريخنا على المحك، وهويتنا على المحك، ومصيرنا على المحك، ومصير أولادنا على المحك، وحاضرنا بالوقت الحاضر على المحك، ومستقبلنا على المحك. أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال رعايته احتفال تكريمي ببلدة البازورية إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ولا يوجد أي تطور يمنع من إجراء هذه الانتخابات، ومن يحاول أن يثير بين الحين والآخر شكوى أو محاولة لعدم إجراء الانتخابات نضع حوله علامة استفهام، لأنه يثير أمرا ليس مطروحا. كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ولا يوجد أي تطور يمنع من إجراء هذه الانتخابات، ومن يحاول أن يثير بين الحين والآخر شكوى أو محاولة لعدم إجراء الانتخابات نضع حوله علامة استفهام. نحن كحزب الله نعتبرها محطة ضرورية لتخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصلنا إليه، ولنرى ما هو التجديد أو التغيير أو التأكيد من خلال خيارات الناس في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي. نفس وجود هذه المحطة من الانتخابات وإحداث تغيير ولو كان محدودا هو أمر مهم لنخرج من هذا الأفق المسدود والمعقد. نحن متمسكون بإجرائها ومتحمسون لها.
قام وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بزيارة لبلدة لبعة قضاء جزين، حيث تفقد مركز التسجيل على منصة دعم للحصول على البطاقة التمويلية والذي خصصته البلدية بالتعاون مع مكتب وشبيبة كاريتاس لبنان إقليم جزين. وقال الحجار: وإن شاء الله قريبا نحقق أمال من هم بحاجة ونستطيع أن ندفع لهم في أول آذار الدفعة الأولى. قريبا من حقق أمال الأشخاص اللي من هني بحاجة ونقدر ندفع لهم بواحد أدار أول دفعة، وهذا العمل مشكورين عليه كل الجمعيات بكل لبنان، وبدي أقول خاصة كاريتاس لأنه ساعدتنا على كل الأراضي اللبنانية. النائب قبيسي رأى أن الكهرباء ليست بحاجة إلى سلفة، بل هي بحاجة إلى قفزة نوعية لإعادة بناء الهيكل المدمر. فالكهرباء أيها الأحبة ويا حكومة لبنان، الكهرباء بحاجة إلى قفزة نوعية بقرار جريء نستطيع أن نستعيد فيه المبادرة بكهرباء سليمة نظيفة وبشعور وطني عند المواطن ليسدد واجباته تجاه هذه المؤسسة. هكذا تستمر الأمور، بأن نبني مصانع تراعي الهدر والفساد وتنتج طاقة نظيفة، ونذهب إلى مصاريف أقل حسب كل النصائح الدولية. ومع الأسف من يمسك بزمام الأمور على مستوى كهرباء لبنان لم يأخذ بنصائح أحد، لا من الشرق ولا من الغرب، لا من الصين ولا من ألمانيا. كل الدول قدمت اقتراحات حقيقية لبناء معامل كهرباء على الغاز وعلى غير الغاز، ولكنهم لا يسمعون لأحد ولا يقترحون لأحد. ونأتي إلى الموازنة أو إلى جلسة مجلس النيابي يطلبون صرف خزينة في كهرباء لبنان، ويستمر نصف مليارين دولار في كل عام لمدة 16 عام. هكذا تدار الأمور، وهكذا تبتعد الدولة بكل حكوماتها عن سياسة المواجهة ووضع الخطط والبرامج الحقيقية. رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية دكتور فيصل سنو حذر عبر تلفزيون لبنان من خطورة المرحلة التي تمر بها مستشفى المقاصد من عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية، وطالب بوضع خارطة طريق صحية سريعة قبل فوات الأوان. رامي ظاهر. حالة المستشفى مثل حالة كل المستشفيات بلبنان، نحن عم نعاني من الدولة، عم نعاني من الوزارة، وهني ما عم يقدموا أي خدمات. بدون يعرفوا العالم إنه الليرة ما لها قيمة صار، هذا بدون يعرفوا إنه المواد صارت حقها 20 ضعف أو أكثر من 20 ضعف مع التضخم بالعالم. الناس ما تجي للمستشفى أو للحكيم أو للسوبر ماركت أو الدولة اللي نزلت قيمة الليرة. نحن رواتبنا اللي بياخذوا رواتب كانوا ياخذوا مثلا 1000 دولار صاروا بياخذوا 550 دولار او 100 دولار. هيدا مش من الناس، مش من المستشفى، مش من الناس، هن البلد في عندها مشكل. بس العالم كمان ما بقى فيها تتبرع كتير، ما كل الناس عندها مشاكل باهلها وبقرايبينها عم تساعد بعضها. فنحن بنحاول قد ما فينا ان نكمل، بس نحن بدنا حماية أمنية، نحن بدنا أسعار لوزارة الصحة والقوى الأمنية وكذا، أسعار طبيبي مزبوطة. منضحي من عنا، بس ما فينا نحن نحمل البلد أو المستشفيات تحمل البلد، هيدا شيء ما طبيعي. البرد والصقيع دفع المواطنين في عكار إلى الشراء من محلات العطارة وهي الأكثر رواجاً في هذا الموسم. بفصل الشتاء والعواصف تتجه الناس لمحلات العطارة لشراء الأعشاب، وخصوصا الزهورات اللي تعتبر ضرورة صحية لمكافحة البرد. الزهورات نحن في منا عنا بعكار، في عنا بلبنان، وفي منا بنستوردها مثلا مثل الورد الجوري الباكستاني، نحن بنستورده مشان نكون مع الزهورات الخلطة اللي بنعملها. وفي الأنواع الثانية مثل رأس العصفور، لسان العصفور، في ورد الجوري، في عنا المليسة، في بابونج، هدول اللي هلأ كتير مطلوبين، خاصة انه عم يطلبوا للتهدئة المعدة، تهدئة الأعصاب، من ناحية الكمون واليانسون. اليانسون أكتر
طلبوا خاصة بالشتوية لاستعمال الأعشاب بمفروض استشارة خبير. أنا بنصح الناس أنه ما تاخذ الأعشاب يعني من كيف هي، لأنه في إلى خبرة في منا عند الخلط بيضر أكثر ما بينفع. بيكون في خبير أعشاب أو خلطة موثوق من صاحبها اللي هو خالطة. في عنا الورقيات، الورقيات بدها تكون مع المي الباردة، أما الحبوب بتكون المي سخنة. إذا مي لأنه فيها زيت، الحبوب مثل الكمون واليانسون وهذا بده يكون فيها زيت، والزيت هو اللي بيفيد الجسم وخاصة المناعة بفصل الشتوية. نحن بناخذ بننصح كتير إنه فترة اللي بيكون هو عم يعالج فيها، خاصة البرودة، المعدة، الصدر، أي شيء بده يعالج فيه بده يكون المي فترة حتى يحط الحبوب لحتى تصير نتيجتها أقوى وأضمن. وبيبقى فنجان الزورات ضرورة بهالساعات. من عكار منزل المرعبي، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. أزمة تأمين المياه إلى البيوت تضاف إلى أزمات قرى البقاع مع ارتفاع سعر الصاريش. في ظل الأزمات المتفاقمة يومياً يعاني معظم أهالي قرى البقاع من شحن كبير في تأمين مياه الشفة. الصهاريج بعز الثلج شغالة، والسبب يعود لانقطاع الكهرباء التي بدورها تغذي الأبار التابعة لوزارة الطاقة. والمواطن يشتري الصهاريج ب 200 ألف ليرة لبنانية، وهذه قيمة إضافية على مصروفه اليومي، لأن كل منزل بحاجة لصهاريج مياه أسبوعياً. بعز دين الشتاء عم نشتري مي. قديش عم تشغل سعر الستير الماي؟ سعر الستير الماي عم تروح من 150 ل 200 ألف بهالية. وإذا البيت بده بكل أربعة أيام نقلة، يعني عمليا بده مليونين ليرة بالشهر ماي، ومعاشات الناس بعدها على حالها. الله يساعد الناس. شو بدك تعمل؟ كهرباء ما فاي، ماي ما فاي، تركت المازوت حقها 16 دولار، عدلها ما فاي. أزمة إضافية تضاف على معاناة المواطن اليومية. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. وصل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ اليوم إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات في سعي لتعزيز العلاقات مع منطقة الخليج، في وقت يتصاعد فيه التوتر على الصعيد الإقليمي فيما تحاول القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وكان في استقبال وزير الخارجية الإماراتي، وخلال سفر هيرزوغ إلى الإمارات حلقت طائرته في سماء السعودية فيما وصفها بأنها لحظة تجيش جدا بالعواطف حقا كما قال. ورأى ولي عهد أبو ظبي أن الإمارات والكيان الإسرائيلي يتبنيان رؤية مشتركة تجاه مصادر التهديد لاستقرار المنطقة. إيطاليا تعيد انتخاب ماتاريلا رئيسا مع بقاء دراغي رئيس الوزراء. أعيد انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له. وفي الجولة الثامنة من الاقتراع ضجت قاعة البرلمان بتصفيق حاد بعدما حصد الغالبية المطلقة البالغة 759 صوتا من أصل 1009 أصوات من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين شاركوا في التصويت. وكان ماتاريلا 80 عاما قد استبعد البقاء في منصبه، ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر استجاب لنداءات زعماء الكتل البرلمانية الذين التقوا معه في وقت سابق. ويعد ماتاريلا شخصية محورية مهمة في النظام السياسي في إيطاليا، إذ يعين رئيس الوزراء وغالبا ما يستعان به في حل الأزمات السياسية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في دولة لا تمكث حكوماتها أكثر من عام واحد في المتوسط. من جهته اعتبر رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي كان مرشحا محتملا ليصبح رئيسا أن إعادة انتخاب ماتاريلا خبر رائع للإيطاليين. وأعيد انتخاب ماتاريلا الذي تنتهي ولايته في الثالث من شباط لولاية ثانية تستمر 7 أعوام. كوريا الشمالية تجري أكبر تجربة صاروخية منذ العام 2017.
أجرت كوريا الشمالية أكبر تجربة صاروخية لها منذ عام 2017 الأحد عندما أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى في تطور يرى كثيرون أنه خطوة أخرى نحو استئناف التجارب على الصواريخ بعيدة المدى. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن قذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي واحد أطلقت من مقاطعة جاجانغ في كوريا الشمالية باتجاه المحيط قبالة ساحلها الشرقي. وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس مون جاي إن لبحث التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، وقال إن التجربة شملت على ما يبدو إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى وهو لم تختبره كوريا الشمالية منذ عام 2017. وقال مون إن عملية الإطلاق تجعل كوريا الشمالية قريبة من استئناف التجارب على إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات. زعيم كوريا الشمالية رأى أنه لم يعد ملزما بالتوقف عن مثل هذه الأنشطة التي تضمنت وقف تجارب الأسلحة النووية وأعلن عنها في عام 2018 وسط موجة من الجهود الدبلوماسية ولقاءات قمة مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. من جهة ثانية أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان الأحد بعد التجربة الصاروخية أن الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن التجربة الصاروخية توضح التهديد الذي تمثله برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، تصبحون على خير.